كنت ساكن برج البراجنة ونزل علينا قذيفة وتهجرنا، اجينا لهون على الحديقة. اجينا مشي من برج البراجنة لهون مشي، عرفت كيف؟ ما في معنا مصاري. وشوفت عينكم يعني هون الوضع سيء. جربت اروح على المدارس ما في غير اللبنانية، ما خلونا نبرك، قال بس اللبنانية وما في غير اللبنانية. قالوا الأولوية لأهل البلد، وهذا حق طبيعي نسبة لوضع مقدراته ضعيفة والحالة الإنسانية بتكون طاغية، يعني في نساء، في أطفال، في كبار بالسن، في عجزة، في ناس بحاجة مساعدات كان مالية أو اجتماعية أو صحية. نحن منضل شوية شباب هيك يعني قادرين نتحمل شوية ضغوطات الحياة شوي، وعدد كبير نحن هون مش قليل، عدد كبير جدا. ممكن تيجينا منقوشة أو ساندويش أو قنينة مي، ما تواخذني بهالكلمة الزبالة، الصبايا أو الشباب ما في محل يروح يقضوا فيهم حاجة أو يغيروا تيابهم أقل ما فيها. إن من يوم الجمعة بعدنا بلا حمام بلا نظافة بدون أي وسائل بس للحياة الطبيعية. ما بعرف إذا من حقنا هالشي هيدا نطالب فيه ولا لا، لأنه نحن كمان مهجرين وظروف بشكل عام سيئة على الجميع. بس إذا بتفتل الكاميرا لوراك بتشوف إنه كومات الزبالة قديش، أو لهونيك، أو تطلع الصبايا والأولاد، بنت هلأ الدنيا ما بتعرف بأي لحظة بتنزل مطر علينا، بنت بعد بالثياب الصيفية إجت من فرشتها لهون، أو ولد بعده بالشورت، أو زلمة بعده بالبروتيل. نحن كتر خير الله والله بصريح العبارة إجا حدا امبارح كان معك استياب، رحنا تركضنا عليه 2001 لحتى بس قدرنا كل واحد حصل قطرة ثياب منه لحتى بس البرد اللي عم يصير بالليل لقيم، لأنه بصراحة